بس في نقطة يا كابتن طارق لو تسمح لي، وقول لي أنت بقى الكلام ده صح ولا غلط. يعني أنا برضو لما أوسوريو عمل اللي عمله الشوط الأول نفس الطرق الغريبة اللي بيعملها ديت، وإحنا كنا لسه بنتكلم على أدوار مركبة وأمور صعبة، وفتوح تالت في الدفاع، وعمر جابر ما تفهمش هو في اليمين ولا في النص ولا في الشمال، شيكابالا في 8 ولا جناح، زيزو فين اصلا مكانه في الملعب، لما كل واحد بقى مكانه في الملعب في الشوط الثاني، زيزو لانها على اليمين، على الشمال مصطفى شلبي ورا احمد فتوح، والامور بقت مظبوطه، كله ادى بشكل كويس، فانا اقدر الوم ازاي على لعيبه نادي الزمالك وهم اصلا يعني احنا ما بنبقاش فاهمين واحنا قدام الشاشه هو سوري بيعمل ايه؟ هو غالبا هم كمان مش فاهمين هو بيعمل ايه. انت صح 100% على فكره، بس انت عندك مشكله لازم لعيبه الزمالك تتعود عليها دلوقتي وغصب عنك تعملها. ايه هي؟ الراجل ده مكمل معاك لحين اشعار اخر، على الاقل خالص لحد بعد الانتخابات. لو هو مثلا هيجي مجلس وهيفكر في الراجل، انما والكلام ده مش نوع لا برضه ولا مجلس الناس اللي نازله الانتخابات كلها تقول لك استقرار ومش استقرار ومش عارف ايه وان الجهاز مكمل والكلام ده كله، وده كلام محترم منه. انما في الاول وفي الاخر انت لازم تبقى فاهم كلاعب كوره ان المدرب ده تكمل معاك. احنا فتره من الفترات يا حبيبي جالنا مدرب برتغالي يعني كان صعب جدا، احنا مش فاهمينه، احنا مش عارفين هو بيعمل ايه وعايز يعمل ايه وعايز، ومع ذلك كنا بنحاول ان احنا نأدي على قد ما نقدر. ده كان مين ده يا كابتن طارق؟ ده كان كجوده؟ كجوده ما هو برضه نفس الافكار، بس هو بصراحه لا. عشان نديله حقه كابتن طارق، هو سوري مدرب كبير ومدرب محترم وليه سي في كبير، هو مشكلته بس ان هو تجودته زياده شويه. يعني برضه دايما انا قلت يوم الماتش انه هو انت مش مخليني اقول عليك مدرب ضعيف حتى، يعني مش قادر اقول ان انت مدرب ضعيف، انت مدرب كبير بس ليه بتجود؟ بس انا هقول لك على حاجه كريم. اتفضل يا كابتن. المدرب الكبير المدرب الكبير، انا اسف ان انا بقول لك كريم، طبعا انت اخويا. لا يعني انت اخويا طبعا يا كابتن. المدرب الكبير كيمو اللي ما يبقاش حافظ لعيبته وامكانيات لعيبته بعد ست شهور لا انا اسف. انا اسف يعني هو سي في قوي انما انت وجهه نظرك في اللعيب او تغيير مركزه، او انت شايف اللعيب ده بيبقى كويس في الحته دي وتيجي تغير. انا عندي علامه استفهام غريبه جدا. سيف الجزيري بعد ماتش المقاولين جايب جول وكان كويس، الماتش اللي بعديه ما بداش وما لعبش خالص. صح. ناصر ماتش منسي الماتش اللي بعديه كان كويس جدا ماتش بيراميدز، والماتش اللي بعديه ما بداش. اوباما يمكن كان مصاب الماتش اللي فات او ما بداش عشان الاصابه، انما برده ما بداش، عامل ماتش بيراميدز 10 على 10. يعني حاجات لوغاريتمات غريبه. معلش 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 يا كابتن طارق، هو اوباما لما نزل الشوط الثاني اتقال ان هو كان عنده شد في العضله الاماميه، في واحد يعمل الاداء دوت والمجهود دوت ويبقى عنده شد في العضله الاماميه؟ انت راجل بقى لعيب ورجلك في الملعب، هل ده منطقي؟ والله اللي بيقول الكلام ده الجهاز، ما تقدرش تكذبه برضه، يعني انا مش قادر اكذبهم، يعني اللي بيقولوا الكلام ده الجهاز. هو ممكن يبقى مبرر لعدم الدفع بيه، اصل كلنا استغربنا ليه اوباما ما بداش اساسي. مع انه عامل ماتش بيراميدز يعني 10 على 10 يعني عامل جيل محترم. طبعا. طب تعالى للنقطة الثانية، أنت إيه اللي فكرك بفتوح سيرد باك ثالث؟ أنت عمرك ما لعبته دي. يعني دي برضه نقطة ثانية. عشان كده جمهور الزمالك صابر، عشان كده جمهور الزمالك عارف، عشان كده جمهور الزمالك مش قادر يخبط في اللعيبة 100%. إنما في الأول وفي الآخر بصراحة جمهور الزمالك عمل ملحمة. طب كابتن طارق، أنت لو صاحب قرار بعد انتخابات نادي الزمالك، لو أنت صاحب قرار، تاخد قرار بالإبقاء على أوسوري ولا لأ؟ دلوقتي انت بره كده كده فتقدر تقول رايك. تاخد قرار ولا لا؟ لو انا صاحب قرار همشيه. هتمشيه. طيب السؤال اللي بعده على طول، لو مشيته يبقى مين البديل في الظروف الصعبه دي؟ تجيب مدير فني مصري ولا تجيب مدير فني اجنبي ولا واحد؟ للعيبه اللي موجوده دلوقتي ان انت تجيب مدرسه برتغاليه تكون انت عارف هو بيلعب ايه. يكون اشتغل قبل كده في مصر يعني؟ لا مش شرط. هقول لك على حاجه، لما جه فيتوريا ما اشتغلش في مصر قبل كده، بس اشتغل في المنطقه مش اوسيريو، لما فيتوريا مدرب المنتخب ماشي، منتخب مصر عنده ميستيل بيعرف يلعب 4-3-3 كويس قوي، وبيعرف 4-2-3-1 كويس قوي.
فلما جت مدرسة 4-3-3 مع فيتوريا اعتقد ان نتائجه مع منتخب مصر نتائج محترمة جدا، وباين ان هو عامل شكل وعامل حاجة جديدة، وباللعيبة بتقدم معاه بشكل فيه ارتياحية، ومفيش تأليف في تغيير المراكز. طيب